باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، أمين. أعزائي متابعي قناة أولاد الملك، أهلا بكم في فيديو جديد عن بعض المفاهيم الروحية في الصوم. وكل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة بداية الصوم الكبير. الصوم ليس مجرد فضيلة للجسد بعيدا عن الروح، فكل عمل لا تشترك فيه الروح لا يعتبر فضيلة على الإطلاق. فما هو عمل الجسد في الصوم؟ وما هو عمل الروح؟ الصوم الحقيقي هو عمل روحي داخل القلب أولا، وعمل الجسد في الصوم هو تمهيد لعمل الروح، أو هو تعبير عن مشاعر الروح. الروح تسمو فوق مستوى المادة وفوق مستوى الجسد. إذا قصرنا تعريفنا للصوم على أنه إذلال الجسد بالجوع والامتناع عما يشتهى، نكون قد أخذنا من الصوم سلبياته وتركنا عمله الإيجابي الروحي. الصوم ليس جوع للجسد، بل هو غذاء للروح. فليس الصوم تعذيبا للجسد، إنما الصوم هو تسامي الجسد ليصل إلى المستوى الذي يتعاون فيه مع الروح. ونحن في الصوم لا نقصد أن نعذب الجسد، إنما نقصد ألا نسلك حسب الجسد، فيكون الصائم إنسانا روحانيا وليس إنسانا جسدانيا. الصوم هو روح زاهدة تشرك الجسد معها في الزهد، والصوم ليس هو الجسد الجائع بل الجسد الزاهد. وليس الصوم هو جوع الجسد، إنما بالأكثر هو تسامي الجسد وطهارة الجسد. ليس هو حالة الجسد الذي يجوع ويشتهي أن يأكل، بل الذي يتخلص من شهوة الأكل ويفقد الأكل قيمته في نظره. الصوم هو فترة روحية يقضيها الجسد والروح معا في عمل روحي. يشترك الجسد مع الروح في عمل واحد هو عمل الروح، فيشترك معها في الصلاة والتأمل والتسبيح والعشرة الإلهية. نصلي ليس فقط بجسد صائم، إنما أيضا بنفس صائمة، بفكر صائم وقلب صائم عن الشهوات والرغبات، وبروح صائمة عن محبة العالم فهي ميتة عنه. فالصوم بهذا الشكل هو الوسيلة الصالحة للعمل الروحي، وهي تعبير جسد عن زهده في المادة والماديات واشتياقه إلى الحياة مع الله. وهذا الزهد دليل على اشتراك الجسد في عمل الروح، وبه يصبح الجسد روحيا في منهجه وتكون له صورة الروح. وفي الصوم لا يهتم الإنسان بما للجسد، إنما يهتم أيضا بحالته الروحية. وفي حديث الرب عن الغذاء الروحي نسمعه يقول: اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي للحياة الأبدية. وبعد هذا يحدثهم عن الخبز النازل من السماء، الخبز الحقيقي، خبز الله، خبز الحياة. إنه هنا يوجه إلى الروح وغذائها، ويقود تفكيرنا في اتجاه روحي حتى لا ننشغل بالجسد وطعامه. فليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. ومعنى عبارة قدسوا صوما قالها الرب على لسان يوئيل النبي: قدسوا صوما، نادوا باعتكاف. فما معنى تقديسنا للصوم وكيف يكون؟ كلمة تقديس كانت في أصلها اليوناني يعني التخصيص. فلما قال الرب لموسى: قدس لي كل بكر، كل فاتح رحم أنه لي، كان يعني خصص لي هؤلاء الأبكار فلا يصيرون لغرض آخر. أبكار الناس كانوا يتفرغون لخدمة الرب قبل اختيار هارون وأولاده، وأبكار البهائم كانت تقدم ذبائح، والثياب المقدسة هي المخصصة للرب لخدمة الكهنوت، وأواني المذبح هي أواني المقدسة للرب لأنها مخصصة لخدمته، لا يمكن أن تستخدم في غرض آخر. وتقديس بيت للرب معناها تخصيص بيت للرب، فلا يمكن أن يستخدم في أي غرض آخر سوى عبادة الرب. بيتي بيت الصلاة يدعى. وبهذه تكون المقدسات هي المخصصات للرب، أي أنها أشياء للرب وحده وليس لغيره. وهكذا تقديس الصوم معناه تخصيصه للرب. تكون أيام الصوم مقدسة، أي مخصصة للرب. هي أيام ليست من نصيب العالم، ولكنها نصيب الرب، قدس للرب. ولهذا وضح الوحي الإلهي هذا المعنى بقوله: قدسوا صوما، نادوا باعتكاف. اعتكف ما تستطيعه من الوقت لكي تتفرغ للرب،
وإن ضاق وقتك على الرغم منك فهناك معنى آخر للتخصيص، على الأقل خصص هدف الصوم للرب، وهكذا يكون صوما مقدسا، أي مخصصا للرب في هدفه وفي سلوكه. فهل هدف صومك هو الرب؟ لماذا نصوم وما هدفنا من الصوم؟ لأنه بناء على هدف الإنسان تتحدد الوسيلة، وأيضا بناء على الهدف تكون النتيجة. هل نحن نصوم لمجرد أن الطقس هكذا؟ لمجرد أنه ورد في القطمارس أو التقويم أن الصوم قد بدأ؟ أو قد أعلنت الكنيسة هذا الأمر؟ إذن فالعامل القلبي الجواني غير متكامل. طبعا طاعة الكنيسة أمر لازم، وطاعة الوصية أمر لازم، ولكننا حينما نطيع الوصية ينبغي أن نطيعها في روحانية وليس في سطحية. وإن كانت الكنيسة قد رتبت لنا هذا الصوم فقد رتبته من أجل العمق الروحي الذي فيه. فما هو هذا العمق الروحي وما هدفنا من الصوم؟ هل هدفنا هو مجرد حرمان الجسد وإذلاله؟ في الواقع أن حرمان الجسد ليس فضيلة في ذاته، إنما هو مجرد وسيلة لفضيلة، وهي أن تأخذ الروح مجالها. فما أكثر الأهداف الخاطئة التي تقف أمام الإنسان في صومه؟ فقد يصوم البعض لمجرد أن يرضى عن نفسه، لكي يشعر أنه إنسان بار يسلك في الوسائط الروحية ولا يقصر في أي وصية، أو قد يصوم لكي ينال مديحا من الناس في صومه أو في درجة صومه، وهكذا يدخل في مجال المجد الباطل، أي يدخل في خطية. فما هو إذن الهدف السليم من الصوم؟ الهدف السليم أننا نصوم من أجل محبتنا لله، من أجل محبتنا نريد أن تكون أرواحنا ملتصقة بالله، ولا نشاء أن تكون أجسادنا عائقا في طريق الروح، لذلك نخدعها بالصوم لكي تتمشى مع الروح في عملها، وهكذا نرتفع عن المستوى المادي وعن المستوى الجسداني لكي نحيا في الروح، ولكي تكون هناك فرصة لأرواحنا البشرية أن تشترك في العمل مع روح الله وأن تتمتع بمحبة الله وبعشرته. حقا إن التمتع بمحبة الله وحلاوة عشرته من المفروض أن يكون أسلوب الحياة كلها، ولكن لا ننسى أننا ننال ذلك بصورة مركزة في الصوم لما فيه من عمق أكثر وحرص أكثر كتدريب وكتمهيد، لكي تكون هذه المتعة بالله هي أسلوب الحياة كلها. فنحن نصوم لأن الصوم يقربنا إلى الله. الصوم فيه اعتكاف، والاعتكاف فرصة للصلاة والقراءات الروحية والتأمل، والصوم يساعد على السهر وعلى المطنيات ومجال للصلاة، والصوم فيه ضبط الإرادة وانتصار على الرغبات، وهذا يساعد على التوبة التي هي الطريق إلى الله وإلى الصلح معه. ونحن نصوم وفي صومنا نتغذى على كلمة تخرج من فم الله. إذن من أجل محبة الله وعشرته نحن نصوم، لأن الصوم يساعد على الزهد في العالميات والموت عن الماديات، وهكذا يقوينا على الاستعداد للأبدية والالتصاق بالله. وإن كنا نصوم من أجل الله ومحبته، فهناك سؤال يطرح نفسه علينا: هل هناك أصوام غير مخصصة لله؟ نعم، قد توجد أصوام للبعض لا نصيب لله فيها، زي إنسان يصوم ولا نصيب لله في حياته على الرغم من صومه، يصوم وهو كما هو بكل أخطائه لم يتغير في شيء، أو يصوم كعادة أو خوفا من الإحراج لأجل سمعته كخادم، أو أن صيامه مجرد صوم جسداني كله علاقة بالجسد ولا دخل للروح فيه، أو هو صوم لمجرد إظهار المهارة والقدرة على الامتناع عن الطعام، أو قد يكون صوما عن الطعام وفي نفس الوقت يمتع نفسه بشهوات أخرى لا يقوى على الامتناع عنها. يظن البعض أن الصوم مجرد علاقة بين الإنسان وبين الطعام دون أن يكون الله طرفا ثالثا فيها. كل اهتماماته في صومه هي هذه: ما هي فترة الانقطاع؟ متى نأكل؟ وكيف ننمو في إطالة فترة الانقطاع؟ وماذا نأكل؟ وكيف يمنع نفسه عن أصناف معينة من الطعام؟
كأن الصوم بين طرفين هو والطعام أو هو والجسد، دون أن يكون الله طرفا في هذا الصوم بأي صورة من الصور. أحقا هذا صوم؟ إن الصوم ليس هو مجرد تعامل مع الجسد، بل هو تعامل مع الله. والصوم الذي لا يكون الله فيه ليس هو صوم على الإطلاق. نحن من أجل الله نأكل ومن أجله نصوم. من أجل الله نأكل لكي ينال هذا الجسد قوة يستطيع بها أن يخدم الله وأن يكون أمينا في واجباته تجاه الناس. ونحن من أجل الله نجوع لكي نخدع الجسد فلا يخطئ إلى الله، ولكن يكون الجسد تحت سيطرتنا ولا نكون نحن تحت سيطرة الجسد، لكي لا تكون رغبات الجسد وشهواته هي قائدتنا في تصرفاتنا، وإنما نسلك حسب الروح وليس حسب الجسد، من أجل محبتنا لله وحفاظا على شركتنا مع روحه القدوس. أما في غير ذلك فيكون الصوم مرفوضا من الله. فليس كل صوم مقبول من الله، فهناك أصوام باطلة لا تعتبر بالحقيقة أصوام، وهي مرفوضة من الله. وقد قدم لنا الكتاب أمثلة عن هذه الأصوام المرفوضة، منها الصوم الذي لكسب مديح الناس، مثل الصوم المكشوف الظاهر الذي يشاء أن يكون مكشوفا لكي يراه الناس ويمتدحوه. وعن هذا الصوم قال السيد المسيح في عظته على الجبل: ومتى صمتم فلا تكونوا عابسين كالمرائين، فإنهم يغيرون وجوههم لكي يظهروا للناس صائمين، الحق أقول لكم إنهم قد استوفوا أجرهم. وأما أنت فمتى صمت فادهن رأسك واغسل وجهك لكي لا تظهر للناس صائما، بل لأبيك الذي في الخفاء، فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية. هذا الصوم الذي لمديح الناس ليس لأجل الله ولا نصيب لله فيه، لذلك هو صوم باطل. وصوم الفريسي الذي وقف مثال آخر لصوم غير مقبول. هذا الفريسي الذي وقف أمام الله يتباهى بفضائله ويقول: أصوم يومين في الأسبوع وأعشر جميع أموالي. وفي نفس الوقت كان يدين العشار قائلا عن نفسه: لست مثل سائر الناس الظالمين الخاطفين الزناة ولا مثل هذا العشار. لذلك لم يخرج من الهيكل مبررا مثلما خرج العشار المنسحق القلب. وهذا المثل يرينا أن الصوم الذي لا يمتزج بالتواضع والانسحاق هو صوم مرفوض من الله، لأن صاحبه يظن في نفسه أنه بار ويحتقر الآخرين. والصوم الذي هدفه خاطئ صوم غير مقبول. ومن أمثلة هذا الصوم أولئك اليهود الذين صنعوا اتفاقا فيما بينهم وحرموا أنفسهم قائلين إنهم لا يأكلون ولا يشربون حتى يقتلوا بولس، وكان الذين صنعوا هذا التحالف نحو 40 شخص. وطبعا كان صومهم هذا خطية، بل لا نستطيع أن نسميه صوما بالمعنى الروحي. وكذلك صوم الشعب الخاطئ أيام أرميا النبي، هؤلاء لم يقبل الرب صومهم، بل قال عنهم لأرميا النبي: لا تصلي لأجل هذا الشعب للخير. حين يصومون لا أسمع صراخهم، وحين يصعدون محرقة وتقدمة لا أقبلهم، بل بالسيف والجوع والوباء أنا أفنيهم. هؤلاء لم يقبل الرب أصوامهم ولا صلواتهم ولا محرقاتهم، لأنهم كانوا يعيشون في الشر وقلوبهم لم تكن طاهرة قدامه. إذن الصوم البعيد عن التوبة هو صوم غير مقبول، فالله يريد القلب النقي أكثر مما يريد الجسد الجائع. والإنسان الذي يصوم فمه عن الطعام ولا يصوم قلبه عن الخطايا ولا يصوم لسانه عن الأباطيل، فصوم هذا الإنسان باطل، حتى إن سلم جسده ليحترق فلا ينتفع شيئا. وكذلك الصوم البعيد عن الرحمة والصدقة غير مقبول. وقد شرح الرب هذا الأمر لأشعياء النبي فقال له: يقولون لماذا صمنا ولم تنظر، ذللنا أنفسنا ولم تلاحظ، ها إنكم للخصومة ولنزاع تصومون. هل تسمي هذا صوما ويوما مقبولا للرب؟ أليس هذا صوما أختاره حل قيود الشر
فك عقد النير وإطلاق المسحوقين أحرارا؟ أليس أن تكسر للجائع خبزك وأن تدخل المساكين التائهين إلى بيتك؟ فالذي يصوم حتى ولو كان صوما بتزلل بالمسوح أو الرماد هو صوم غير مقبول إن لم يكن ممتزجا بأعمال الرحمة وبنقاوة القلب. والصوم الذي ليس لأجل الله صوم باطل، فقد يصوم إنسان لأن الأطباء أمروه بهذا، وقد يصوم آخر من أجل رشاقة جسده وحسن منظره، وكلاهما ليس من أجل الله ولا ينتفع روحيا بصومه. قد يصوم إنسان ثالث بأسلوب إضراب عن الطعام وليس بهدف روحي ولا من أجل الله، كما يمتنع رابع عن الطعام حزنا أو يأسا، ولا نستطيع أن نعتبر أحدا من هؤلاء صائما بالحقيقة. لذلك كل صوم ليس هو من أجل الله وليس هو بسبب روحي لا يمكن أن نعتبره صوما على الإطلاق ولا يقبله الله. فما هو الصوم الروحي المقبول أمام الله؟ هو الصوم الذي نكون فيه علاقة عميقة مع الله، الصوم الذي نشعر فيه بالله في حياتنا، والفترة المقدسة التي نشعر أن الله يملكها وأنها مخصصة كلها لله، وأن وجود الله ظاهرا جدا خلالها في كل تصرفاتنا، وعلاقتنا بالله تزداد وتنمو في كل يوم من أيام الصوم بمتعة روحية نشتهي بسببها أن يطول صومنا ولا ينتهي. لعل هذا جعلنا نفحص سؤالا هاما، وهو: ما علاقة الله بصومك؟ ما الذي أخذه الله من صومك؟ وما الذي أخذته أنت من الله؟ ماذا أعطيت الله في صومك وماذا أعطاك؟ هل كان صومك فترة غير عادية في حياتك؟ أياما مقدسة شعرت فيها بيقظة روحية تدعوك أن تذوق وتنظر ما أطيب الرب؟ هل اختبرت فيها كيف تسلك حسب الروح وليس حسب الجسد؟ ليس الصوم هو تغيير طعام بطعام، وليس هو امتناع فترة معينة عن الطعام. كل هذه مجرد وسائل ولكن ليست هي جوهر الصوم. فجوهر الصوم هو انطلاق الروح من مطالب هذا الجسد لكي يسمو الجسد معها، ويرتفع الإنسان بعيدا عن ثقل المادة متجهين معا في اتجاه واحد هو محبة الله والتمتع بعشرته. هذا هو الصوم المقدس، أي المخصص لله. ثلاثة أشياء لابد أن تخصصها لله في صومك إن أردت أن تقدس هذا الصوم لله. في الصوم تخصص القلب والفكر والإرادة لله، فلا يكون كل صومك هو انشغال بالأكل والشرب، وإنما امتناعك عن الأكل والشرب وضبطك فيما تأكل وتشرب إنما هو تدريب لهذه الإرادة كيف تقوى ولا تكون قاصرة على موضوع الطعام فحسب، وإنما إرادتك التي نجحت في السيطرة على الطعام تقدم ذاتها لله في كل شيء، فلا تريد إلا ما يريده الله. وهذه هي الحكمة من الصوم، إن منع النفس عن الأكل يمتد إلى أن يصير منعا عاما عن كل ما يغضب الله. فلا يكفي أن تمنع نفسك عن الأطعمة الحيوانية أو عن الكل عموما وتبقى بلا ضابط في خطايا معينة، إنما في صومك قدم إرادتك لله في كل تصرفاتك وقل له: لتكن لا إرادتي بل إرادتك، وتقدم لله إرادة صالحة ترضيه. وهذا التدريب الذي نسلك فيه أثناء الصوم سوف يصحبنا أيضا بعده، لأنه من غير المعقول أن نضبط أنفسنا في البعد عن خطايا معينة أثناء الصوم ثم نبيح الأمر لأنفسنا بعدما ينتهي الصوم، وإلا فما الذي نكون قد استفدناه من صومنا؟ ونحرص أن يكون الصوم قد غير فينا شيئا، لا نأخذ من الصوم مجرد تغيير الطعام إنما تغيير الحياة إلى أفضل، تغيير النقائص التي فينا والضعفات التي نشعر بها في علاقتنا مع الله والناس.
لأنه ماذا نستفيد إن قهرنا أنفسنا خلال 55 يوما في الصوم الكبير وخرجنا من الصوم كما كنا تماما قبله دون تغيير، دون أن تكون هناك علاقة حب مع الله وعلاقة ثابتة فيه. فكم من الأصوام التي صمناها منذ أن عرفنا الله حتى الآن، كم سنة مرت علينا، وفي كل سنة عدد الأصوام. فلنتأمل لو كنا في كل صوم منها تنجح إرادتنا ولو في الانتصار على نقطة ضعف معينة حتى نصطلح مع الله فيها ونذوق حلاوة مشيئته. ترى لو سلكنا هكذا كم كنا نرى حصاد حياتنا وفيرا في الروحيات، وكم كانت علاقتنا بالله تزيد وتتعمق. لا يجب علينا أن نأخذ من الصوم شكلياته، بل ندخل إلى العمق. فليس الصوم مجرد شكليات ورسميات، ولا هو مجرد فروض أو طقوس، إنما هو نعمة أعطيت لنا من الله ونظمتها الكنيسة لخيرنا الروحي، لأجل تنشيط أرواحنا وتذكيرنا بالمثالية التي ينبغي أن نسلك فيها، وتدريبنا على القداسة التي بدونها لا يعين أحد الرب. الصوم إذن فترة مقدسة مثالية غير عادية، يحتاج إلى تدبير روحي من نوع خاص يتفق مع قدسيتها. حالما يبدأ الصوم نشعر أننا دخلنا في حياة لها سموها، وفي أيام غير عادية نتدرب فيها على حياة الكمال. ولذلك لا يجوز أن تمر علينا شأنها كباقي الأيام، إنها صفحة جديدة في علاقتنا مع الله، ندخلها بشعور جديد وبروح جديدة. حقا إن كل أيام حياتنا ينبغي أن تكون مقدسة، ولكن فترة الصوم هي أيام مقدسة غير عادية، وإن سلكنا فيها حسنا سنصل إلى قدسية الحياة كلها. إنها فترة نتفرغ فيها لله على قدر إمكانياتنا ونعمق علاقتنا به. الصوم الذي يخرج الشياطين، وكيف قال الرب عن الشياطين: هذا الجنس لا يخرج إلا بالصلاة والصوم. فأي صوم من هذا التي لا تستطيع الشياطين أن تحتمله فتخرج؟ أهو مجرد الامتناع عن الطعام؟ كلا بلا شك، بل إنها العلاقة القوية التي تربط الصائم بالله، هذه التي لا يحتملها الشيطان، الدالة التي بين الإنسان والله، دالة الحب وصلة الروح التي حرم منها الشيطان، ما أن يراها حتى يتعب ويذهب. فهل قلوبنا ملتصقة بالله في الصوم؟ فهل نعطيه قلوبنا كما نعطيه إرادتنا؟ وهل نشعر بحبه أثناء الصوم؟ هل هذا الحب طابع واضح في صلواتنا وتأملاتنا أثناء الصوم؟ وهل من أجل محبته نسينا الطعام والشراب ولم نعد نهتم بشيء من هذا؟ وكأننا نقول لأجسادنا أثناء صومنا أننا لسنا متفرغين لك الآن، أكلنا أو لم نأكل، هذا موضوع لم يعد يشغلنا أو يهمنا، لكل شيء تحت السماء وقت، وليس هذا هو وقتك، أنا الآن مشغول بعمل روحي مع الله، أما الطعام فليس الآن مجاله، طعامي الآن هو كل كلمة تخرج من فم الله. هذه هي مشاعر من يقول في صومه مع القديس يوحنا الرائي: كنت في الروح في يوم الرب. ولا شك أن يوم الصوم هو يوم للرب، فهل أنت في الروح أثناء صومك؟ هل نسيت جسدك تماما بكل ما له من رغبات ومطالب واحتياجات، وفضلت أن تحيا في الروح خلال فترة الصوم؟ ليس للجسد عندك سوى الضروريات التي لا قيام له بدونها، وكأنك تقول مع بولس الرسول: في الجسد أم خارج الجسد لست أعلم، الله يعلم. هل يكون فكرك منشغلا بالله في صومك؟ أليس الصوم فترة مقدسة لله مخصصة له
يجب فيها أن ينشغل الفكر بالله وحده، فلنفحص أنفسنا ونبحث عن أفكارنا أين هي أثناء الصوم. هل مشاغل الدنيا تملأ فكرنا أثناء الصوم؟ فنحن في دوامة العمل وفي دوامة الأخبار وفي دوامة الأحاديث مع الناس، لا نجد وقتا لله نعطيه فيه فكرنا، وربما نصوم حتى الغروب وفكرنا ليس مع الله. قد أرهقنا الجولان في الأرض والتمشي فيها، وربما نفكر في التفاهات ونتكلم عن التافهات، والله ليس على فكرنا ولا نذكره إلا حينما نجلس لنأكل، فنصلي قبل الأكل ونذكر الله ونذكر أننا كنا صائمين. هل هذا صوم روحي يريح الضمير؟ ليتنا نصلي مع داود النبي قائلين: جعلت الرب أمامي في كل حين، هو أمامي في كل عمل أعمله وفي كل كلمة أقولها، إنه شاهد على كل شيء، وأيضا جعلته أمامي لأنه هدفي الذي لا أريد أن أتحول عنه لحظة واحدة، وهو أمامي لأنني من أجله وحده أصوم لكي لا أنشغل عنه بل أجعله أمامي كل حين. إن كنت في الأيام العادية ينبغي أن تضع الله أمامك في كل حين، فكم بالأكثر في فترات الصوم التي هي مخصصة لله ومقدسة له. إن كان الله ليس على فكرك فلست صائما. يوم الصوم الذي لا تفكر فيه في الله اشطبه من أيام صومك، إنه لا يمكن أن يدخل تحت عنوان قدس صوما. ولكن لعل البعض يسأل: كيف يمكن تنفيذ هذا الأمر ونحن نعيش في العالم ولنا مسؤوليات كثيرة ينبغي أن نفكر فيها؟ إذن احفظ التوازن، وأمامك ثلاثة قواعد: لا تجعل مسؤولياتك تطغي بحيث تستقطب كل أفكارك، ولا تبقي في ذهنك موضعا لله، اجعل لمسؤولياتك حدودا وأعطي لربك مجالا. كل فكر لا يرضي الله ابعده عنك، فهو لا يتفق مع المجال القدسي الذي تعيش فيه. وكما يقول القديس بولس الرسول: مستأثرين كل فكر لطاعة المسيح. لذلك لا تنجس صومك بفكر خاطئ، فالفكر الذي يطيع المسيح استبقيه معك، والذي لا يطيعه اطرده عنك. اشرك الله معك في أفكارك وفي أهداف أفكارك، وقل: أنا من أجل الله أفكر في هذا الموضوع. أنت تفكر في مسؤولياتك حسنا تفعل، ولكن لا تجعلها منفصلة عن الله. الله هو الذي أعطاك هذه المسؤوليات، ولا يكون فكرك فيها منفصلا عن الله. من أجل الله تفكر في شؤون عملك، ومن أجله تفكر في دروسك ومذاكرتك، ومن أجله تفكر في خدمتك وفي مسؤولياتك العائلية، بشرط أن هذا التفكير كله لا يبعدك عن الله الذي هو الأصل والأساس. فكر في مسؤولياتك وقل للرب أثناء ذلك: اشترك في العمل مع عبيدك، وتدخل في شركة مع المسيح الذي صام، تشترك معه في الصوم على قدر ما تستطيع طبيعتك الضعيفة أن تحتمل. هو صام عنك، فعلى الأقل تصوم عن نفسك، وهو قد رفض هذا الخبز المادي، وأنت تشترك معه في رفض هذا الطعام البائد، وهو كان يتغذى بحبه للآب وعشرته معه، وأنت أيضا تكون كذلك، وهو انتصر على الشيطان أثناء صومه، وأنت تطلب إليه أن يقودك في موكب نصرته، وبهذا يكون الصوم فترة غذاء روحي لك. وغذاء الروح معروف، وهو الصلاة والتأمل وقراءة الكتاب المقدس وكل القراءات الروحية كأقوال الآباء وسير القديسين والألحان والتسابيح والاجتماعات والأحاديث الروحية والمطانيات وما أشبه. وغذاء الروح يشمل أيضا المشاعر الروحية ومحبة الله التي تتغذى بها الروح وكل الأخبار الأبدية. والروح إذا تغذى تستطيع أن تحمل الجسد. وصلوات الصوم أعمق، وقداسات الصوم أعمق، هي صلوات خارجة من جسد صائم قد أسلم قيادته للروح.
وهي صلوات خارجة من قلب صائم عن الماديات ومن روح صائمة عن كل شهوة عالمية، لذلك تكون صلاة قوية كصلوات الليل ونصف الليل التي يصليها الإنسان بجسد خفيف بعيدا عن الأكل، مثل آباؤنا الذين لم يصوموا طاعة للوصية إنما محبة للوصية. الطاعة درجة المبتدئين، ولكن الحب هو درجة الناضجين والكاملين. وآباؤنا لم يكن الصوم بالنسبة إليهم أمرا ولا فرضا ولا طقسا، إنما كان لذة روحية وجدوا فيها شبعا ووجدوا فيها راحة نفوسهم وأجسادهم. وفي الصوم لم يقف آباؤنا عند حدود طاعة الوصية، وإنما دخلوا في روحانية الوصية. وروحانية الوصية الخاصة بالصوم هو لخيرنا، ولولا ذلك ما أمرنا الله بالصوم. ربنا يدينا أن احنا نصوم صوم مقبول ونستفيد به روحيا، ولربنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين. إذا عجبكم الفيديو ياريت تعملوا لايك وشير عشان أكبر عدد ممكن يستفيدوا منه، وما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وخليكم دايما مع أولاد الملك. سلام، ربنا يكون معاكم.